السلام عليكم الأحباب، أزول في الله، وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. معكم لطفي، واليوم رانا على المباشر في قناة المغاربية 4 مارس 2024. خوتي الأعزاء كالعادة حنطلقوا في حصة فيها مواضيع مختلفة تحكي على الجزائر، وأهم ولا بعض الأحداث اللي صارت في الجزائر نناقشوها مع بعضنا من خلال هذه الفيديوهات، ومن خلال يعني فتح المكالمات. وماذا بينا الناس كيتدخل كالعادة تحافظ على المبدأ تاعنا اللي هو الاحترام والكلمة الطيبة، ومام إذا تنتقد يعني تنتقد يعني في إطار الاحترام فقط، باش ما نحرجوش بعضنا وما نحرجوش المشاهد. شكرا لكم احباب كالعاده، نبداو ديما بامتي زابينغ وبعد كده نتوكلوا على ربي. Le colonel Ami Rouche, l'un des guerriers et martyrs les plus remarquables de la guerre d'Algérie. Il est né en 1926 et grandit dans un petit village près de Tizi Ouzou. Plus tard, il se fera connaître en tant que commerçant de bijoux dans une petite ville de la région d'Oran, puis se lance dans la politique dans cette même ville. Il déménagera peu de temps après à Paris, là où il se fera arrêter deux fois à cause de la promotion du nationalisme algérien et de son activisme. Suite à ses problèmes en France, il reviendra en Algérie en 1952 et rejoint les rangs du FLN. Krim Belkacem, l'un des chefs du FLN, lui confiera la mission d'établir des liens entre la wilaya de Kabylie et la wilaya de Constantine en vue de créer de nouveaux réseaux. Durant l'été 1957, il créera son quartier général dans l'est du Djourdjoura où il deviendra le bras droit de Krim Belkacem. Il prend la tête de la wilaya de Kabylie et il y interdira formellement le tabac et l'alcool pour que tout le monde soit apte et prêt au combat. La Wilaya 3, celle de Kabylie, devient avec sa force militaire la mieux entraînée et la mieux organisée. Mais en 1959, le colonel Ami Rouche se rend vers Tunis. سقسيت واحد متزوج قلت له ما هو دعاء دخول المنزل، قال لي يا ربي القاها رقدة. فيها قريب 9000 الخدام، مي كي تروح ما كاش القدر كاع، ما كاش اللي تهضر، ما كاش اللي يهضر، تهضر مع شاف ديسكال يقول لك انا خاطيني، تهضر مع اللي ما منا هضروا اليوم. ناس تخلص بدراهمهم مربدة في المطارات. ناس رايحة العمرة ثلاث أيام وهي في المطار. سبحان الله العظيم، هذا البير لو البارح ما رحتش وتخلصت مليون. وأنت راجلي كي ما تروحش الفو شكون يخلص؟ شكون يخلصني أنا؟ انا واش قلت له؟ حتى واحد ما يدخل الحبس اللي غلط سيدي غرامه خلص غرامه قال درناها في ظرف ما جا في ظرف هاك شويه صعيب بصح صح لازم القانون يتبدل بصح احنا ما نستناوش حتى يتبدل القانون من دروك الناس يخرجوا للديارهم يخدموا وهذا هو احنا اللي نقدروا نديروه ما نحبسوش ما نحبسوش راهو بابا في الحق راهو بابا في الحق في أزمة بطالة أزمة بطالة خلقنا 1,200,000 منصب شغل وفيه إمكانية في الخمس سنوات المقبلة لخلق 1,000,000 منصب شغل. بالنسبة للأجواء العامة التي جرت نهار أمس العام بالنسبة للانتخابات كان أيضا جو ممتاز وأشكر السلطات هناك تجاوزات على هذا الوفاء بالعهد لقد وعدونا بأن تكون الانتخابات هذا ينوضي طي خوه باش يعجب الفتيات يا مرحبا في الجزائر في عالم الروايات كاين ألف حيلة وحيلة ومزاك الحكايات أصحابي تفضي البيلة خصنا نرجع للبدايات تلقى مريح يستنى في فاطمة أحلامي سيري سات قربي عاف الشاطمة طليت على الباكي قلت لك ورا حاطمة ومن بعد عرفت روحي في الجزائر صحيبي غير ما تطمع. فوالا الحباب، امتي زابينغ خفيف ظريف باش نرجعوا للحصه تاعنا. واليوم كما قلنا 4 مارس 2024 و4 مارس 1957 يا خوتي هي ذكرى استشهاد العربي بن مهيدي. العربي بن مهيدي هذا الارشيتكت يا خوتي، هذا الشهيد
اللي ربما راهو في قلوب كل الجزائريين كما كل الشهداء، ربي يرحم كل الشهداء على فكرة. دونك ما نقدرش احنا ما نحكيوش على هذا الحدث وعلى هذا اليوم قبل ما ندخلوا في المواضيع الأخرى. نعم، هذا الشخصية يا خالتي كان يعني استشهدوا في عمره 34 سنة، صغير خلاص 34 سنة. لما تسمع بالمهيدي ساعات تخيل شخصية كبيرة، يعني إنسان هو جان صغير خلاص، اللي قادوا الثورة يا خوتي واللي كانوا يرهبوا الاستعمار سيتي دي جان دي جان دي جان، يعني ما جابوش. يعني ساعات ناس يقول لك لا لازم قائد الجيش يكون في عمره فوق 70 سنة، لازم يكون شايب بالسيف ما يمشي وتكون عنده خبرة تاع نيليفون تما كبير وكانت ماموت. لا خوتي، اللي يقود البلاد قادر يكون انجان كيما العربي بن مهيدي ويقود امه كامله ويدخل في التاريخ وهو 34 سنه ما فيهاش عيب. شوفوا لمحه برك تاريخيه عليه ومن بعد نرجعوا نفتحوا المكالمات. هو حكيم الثورة الجزائرية وصندوق أفكارها، وبرغم امتلاكه لابتسامة تشع وضاءة، كان فتيلا يتربص اشتعالا لا مثيل له في وجه فرنسا. هذا ما قال لي أسرة، قال لي أنا كنت جندي تحت أوامر السلطة. قال لي أسرة كان يعتبر بن مهيدي كإرهابي خطير، اللي 50 سنة من بعد ما عنده ولا ندم. في رأي أوساريس ما فعل إلا واجبه تطبيق أوامر السلطة الفرنسية. لكن أوساريس لم يتعرف كثيرا عن شخصية العربي بن مهيدي. اللي تعرف على شخصية العربي بن مهيدي هو الجنرال بيجار والكولونيل ألير. نقل بن مهيدي ليلة الثالث من مارس آذار إلى معتقل أوزاريس شديد البرودة، والقضبان على نوافذه معلنة أن حرية الحكيم قد انتهت. حاول أوزاريس بكل قوته استنطاقه وإجباره على الاعتراف، فكان رد الحكيم مستفزا بعبارة أمرت فكري ألا أبوح بسر. فقد أوزاريس عقله وقام بنفسه بسلخ جلدة وجهه في محاولة منه أن يرضخ بن مهيدي ويجبره على الاعتراف. لم تثني بشاعة التعذيب بن مهيدي عن مبادئه، فقد كان قراره نهائيا، تحمل ما لم تطقه الجبال وسطر في وجه معذبيه أسطورة سيتذكرها كل جزائري. بن مهيدي الوحيد الذي السلطة الفرنسية رفضت باش يروح أمام المحاكم، شافوا الرؤية تاعو الذكاء تاعو، والبسكو بن مهيدي الرؤية تاعو ما كانتش غير حول الثورة، كان عنده رؤية ما بعد الاستقلال. كان متيقن باللي الجزائر كانت رايحة تتحصل على الاستقلال، هو كان عنده مشروع تاع مجتمع ما بعد الثورة. Oui, alors effectivement, ce qui était intolérable, c'est non pas qu'il ait dit ce qui s'est passé, mais qu'il n'ait pas eu le moindre regret sur l'utilisation de ces méthodes et ces assassinats pour ce qui est de Larbi Ben Midi, pour ce qui est de Boumengel, par exemple aussi. Donc, aucun regret. Il a simplement raconté comment ça s'est passé. لم يبقى لأوزاريس إلا وسيلة واحدة ينهي بها هذا الصراع، فقررت السلطة الاستعمارية إعدامه في تلك الليلة. طلب العربي طلبا واحدا وهو أن يرى جلاديه، إلا أنهم رفضوا طلبه ووضعوا عصابة على عينيه. وقف الحكيم زباطة أمام حبل المشنقة مبتسما، وكأنها إشارة إلى أن الاستعمار أيضا قد تقرر إعدامه بإعدام هذا الرجل. Je pense que les déclarations de Paul Ossarès au sujet de la mort de Larbi Ben Midi sont très vraisemblables, puisque on se doutait qu'il ne s'était pas suicidé comme l'armée l'a affirmé. C'était quelqu'un d'extrêmement résolu dans son combat et il n'était sûrement pas prêt
a renoncé à la vie, il a été exécuté sur ordre après avoir été torturé. Et je pense que ces déclarations de Paulo Sarès sont vraisemblables. شفتوا يا خاطي اعترافات المجرم. المجرم يعترف انه قتل العربي بن ميل. تخيلوا 2024 للاسف الشديد، ويعني تقدر تقولها وقريب تحلك الدمعه، ما قدرناش نجيبوا حق بن مهيدي ولا نحاكموا هاد السيد ولا نحاكموهم ولا يعترفوا بالجرائم تاعهم ولا يقدموا والو. وهو اعترف قال لك بصح انا طبقت الاوامر اللي مدوهم لي السلطات من فوق تاعي، روحوا تفهموا معاهم. وللاسف الشديد مع كل هادي ساعات كيرميو علينا هيا هاك وجماجم وهيا اسكتوا ديروا حطوا هاك شغل انجاز، وهو حقك. الله يرحمهم والله يوسع عليهم والله يجعلهم من اهل الجنه والله ينصر الحق نهار يوم ان شاء الله يا خالتي. الله يعني يفرج علينا بناس ربما مسؤولين يخبطوا الطابله ويجيبوا هذا الاعتذار اللي هو رمزي طبعا، ولكن باش ننتصروا لهذا الناس لانهم كان عندهم ثقه انهم كي يموتوا كما العربي بن مهيدي عن باله حيجيوا ناس ان شاء الله يزيدوا يرفعوا من قيمه الجزائر ويجيبوا لهم حقهم. لكن احنا نحتفلوا بركه بالذكرى الوفاه تاعو واستشهاده شهيد ان شاء الله، ولكن ما زال سي العربي بن مهيدي ما زال شوي. احنا لاتين في بعضنا درك اسنا ناكل وجوه بعضنا ونصفيو بعضنا في الحبوسات، ومن بعد كنشوفوا واش اوساراس ونشوفوا واش راح يكون من بعد. هل حتضغط سلطات اخرى ان شاء الله على الاستعمار على فرنسا يعني لمدة هذه الاوامر؟ نعاودوا ولا نرجعوا للحصه وكونسونتريو روحنا نفتحوا شويه المكالمات اخويا المخرج، انه موضوع حساس جدا. بعد نحاولوا نعرفوا اين وصلت الجزائر سيدي بلا هذا الاعتراف بلا هذا يعني المطالب ضد الاستعمار. احنا كشعب واش درنا للجزائر سي؟ عفوا الاخت نصيره من وهران. سيدة نصيرة مرحبا بك، السلام عليكم. سيدة نصيرة. ألو وي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وي نسمع فيك تري بيان، مليح تفضلي. هذه مدة وأنا نحاول نعيط لكم هذا ونقبضكم. مرحبا مرحبا. راني فرحانة بزاف. مرحبا الحاجة مرحبا. واش راك خويا لطفي راك غاية؟ لاباس يا اختي نصيرة، الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله يا ربي. نترحم اولا على الشهداء تاعنا، نترحم ثاني على شهداء غزة، ونترحم ثاني على بلادنا اللي راهي رايحة مع لبناش وراهي رايحة. نتأسف ثاني للوضع اللي رانا عايشين فيه، ورانا ساكتين، رانا نشوفو ساكتين. راك تسمع فيا الاخ لطفي؟ نسمعوا فيك. واه يعني غير نترحموا تما رانا فيه. الحال اللي وصلنا ليه نتاسفوا ليه للاسف. القدره الشرائيه ماهيش تكفينا، رانا في ازمه. راه البيض راه يدير 2005 والناس راهي ساكته، راهي تشري ساكته. 2005 راهي الحبه تاع البيض. شكاره تاع الحليب مازلنا نديروا عليها لاشين تاني ويبيعوها لك مع البورصه، لازم تخلص تاني البورصه يدو عليك 100 دورو. تبانه تاع الخبز راهي 2000، كلشي راه غالي، كلشي راه غالي للاسف. ورانا رايحين غير نزيدوا في الغلاء، رامي قلنا نزيدوا لكم في الدراهم في الخلصه وننقصوا لكم القدره الشرائيه، ما شفنا والو. كيما حنا الامراض المزمنه زادونا 700 بصح ما يدير لنا والو للاسف. رانا الدواء رانا نخلصو بالدراهم، الراديونات بالدراهم، كل شيء راه بالدراهم. نفوتو في السبيطارات ما كان والو، لازمك تروح للبريفي، والبريفي راه يغلي علينا، كل شيء راه غالي علينا للاسف. سي لطفي راك تسمع فيا؟ نسمعو فيك يا اخت نصير، نسمعو فيك. واه الله يفك حوالنا والله يستر بلادنا والله يفرج علينا، هذا ما نقولو. امين امين. للاسف الشعب راه ساكت، راه ساكت بزاف، ما على بالناش على راه ساكت. نتمنى يجي نهار يفيقوا مع رواحهم وينوضوا، هذا ما نتمناه. شكرا ان شاء الله. ماذا بينا سي لطفي تكثرونا. نعم. واه تكثرونا الوقت باش نهضروا ونفرغوا قلوبنا اكثر واكثر. ونشكركم بزاف على هذه الحصه. شكرا لك. شكرا لك سيده نصيره، شكرا لك. وعلى الشعب
حامل، يعني ربما الشعب يظن انه ما كانش حل اخر، بالك بالك قنعوه باللي يا با دوتر سوليسيون، هذه هي واش نقدروا نديروا، راك في الطوب، ما كانش اكثر من هك. ربما سي سمير من الجزائر، السلام عليكم يا خويا سمير. السلام عليكم خويا لطفي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. الله يسلمك، كيف مليح خويا لطفي؟ الحمد لله الحمد لله خويا سمير، سقسيو عليكم انتم سمير. ربي يسلمك، نشكر القناة المغربية اللي تعطينا الفرص هذو ونفرغوا قلوبنا كما يقولوا. ماشي كيما واحد المسؤول قال الدولة يدير المجهودات باش تحكمكم وحنا 15 شهر مرميين. ماشي ما فهمتش واش المجهودات دار، والله ما فهمت. سمير الاخت درك نصيره قالت ما فهمتش علاه الناس ساكتين وعلاه كل العمال ساكتين وعلاه غير انت ومجموعه صغيره نشوفوكم ديروا وقفات وعلى العمال كل مش هم يعني يد واحده. واحد عنده زوجة استاذه، واحد يقول لك كي يربح يجيبوا لي الخير معهم هما، انا قاعدين ونستنى القلوب ماشي كيف كيف تي حرايمي. الناس ولات طغات، دخلت لها الحيلة بزاف في إيه، بس حكم اون فامي واحدة صح، واحد مضرور بزاف، واحد شوية، واحد لاباس، لكن لازم هذا يعاون خوه، خدمتوا مع بعضاكم، كليتوا الخبز مع بعضاكم. الرجل الإسلام والو، الرجل وارع، إنسان مسلم يكون راجل، مين تكون لاباس بيك توقف مع أصحابك على حقك، حقك ما تسمحش فيه نورمالمون خويا لطفي. صح، مين بتكون لاباس بيك؟ كما شي كيفارا طبيب وكان يحارب على حقه ولا لا؟ لا خويا لطفي. بس بيان سور انا ديما نحير اخويا سمير، سما غير انت اللي يعني تبوسي وتهضر وشوف معاه من الفيديوهات تاعك ما كمش بزاف يعني. يلا غالب وش قلت لك ما كان هنا ندخلوا في هذاك، ولا شفت اللي كنت ورينا الاصل هذاك باع كيران مسكين وطلع للجبل، الكيران باع الكيران وطلع للجبل وشفت مسكين كيف تعذب ولا لا؟ لا خويا لطفي. صح صح صح، باع الكيران على البلاد هذه باش انا نعيش بدون، نعيش يعيش الشعب هذا بدون كرامه، عمال اللي تيراش فيه بدون كرامه معيشين 15 شهر مليوحين برا، وهذوك المجاهدين اللي ماتوا باش نعيشوا بكرامه ماشي بدون كرامه. حنا هذوم يذلوا فينا، وكي تهضر اللي تروح لنا يقول لك من فوق، الفوق كاين ربي سبحانه ما كان حتى واحد، الفوق كاين ربي سبحانه ما كان حتى واحد. انا انت يا المسؤول يا الفرشه اللي تقول لي من فوق، انت فرشه خواف، لو كيف جيت قادر على شقاك الديميسيوني وما تعذبش الخدامين، ما تديش ذنوب الناس العمال الفقراء، ما تقوليش من فوق، انا نعاودها لك الفوق كاين ربي، لو كان كنت راجل ديميسيوني وما تعذبش هاد العمال هذا ما كانوا المجاهدين ماتوا باش نعيشوا بكرامه ماشي بالرخصه اللي انا عايشين فيه، ونوكلوا عليكم ربي ونقعدوا نسبوا، والله ما نسكت على حقي ونعرف وين الحق بالحق، ماني ساكت على حقي، وكيما نقدر كاع نوكل عليك ربي من الاخر، نوكل عليك ربي ما نسكتش ونوكل عليك ربي، انا ماشي كيما شي عباد، انا نقعد هكذا نحاربك ما نقدرش نوكل عليك ربي، بصح باش نقعد في الدار ونوكل عليك ربي هذه نساها. أنا قلت لك وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم كاع، عمال مجمع حداد. شكرا لك وبارك الله فيك يا لطفي. ربي يحفظك يا خونا سمير، طبعا خونا سمير كيقول نحاربك ويهدر على السلمية، خاطر كاين الناس كيما عم بالكم موسوسين ويقول لك هم ينوضوا في الحرب، لا هو يقصدوا ان نبقى ناضل بالطريقة هذيك السلمية والتنديد. آخر مكالمة من عند صوت الهاشمي من ميلا. السلام عليكم سي الهاشمي. راح الهاشمي، نروحوا لاخر مكالمه من عند عبد القادر من ورقله. السلام عليكم الصفي. السلام عليكم، مرحبا بك سي عبد القادر. ان شاء الله نقولوا صحه لداركم ان شاء الله. الو نعم نسمعوا فيك سي عبد القادر، تفضل. شو سي لطفي، دعوة المجاهدين دمهم ما يروحش باطل، ولا تحسين تاع
قالت علاه هما طوموبيلات بليدات مظلم وربي حنا مظلم. تقطعت السي الهاشم، حاب يحكي على المجاهدين لكن تقطعت. شكرا لكم على كل حال، ونواصلوا يا خوتي كما قلت لكم، نحاولوا ما نبقاوش يعني بريزوني على يعني في ذكريات التاريخ، لانهم ماتوا من اجل المستقبل باش يعلمونا دروس. العربي بن مهيدي تخلى الحبس باش ان شاء الله جزائريين مناضلين لكيف ما يدخلوش للحبس، باش الناس اللي تناضل من اجل الثوره، من اجل يعني حريه الجزائر وحريه الشعب، تبقى ديما تناضل في اطار يا اختي محترم وقانوني، وما يترماش في الحبس، ما يتمرمدش. الا انه للاسف الشديد اليوم وصلنا يا اختي لما تشوف هذا الخبر مثلا، يعني اب محاكمه شكون؟ يا اخوي هاي محاكمة هذه التنسيقية تاع المتقاعد الجيش، تكتب وهي محاكمة واحد من المنسقين تاع المعطوبي متقاعدي الجيش يا خوتي. يعني اليوم 4 مارس محاكمة المنسق الولائي تنسيقية شلف سي محمد، هذا شردود محمد بالمحكمة الابتدائية بوفريك بوقادير عفوا، والنطق بالحكم يوم 18 مارس. يعني هل تصدق يا خوتي في هذا الذكرى وجيش يعنى هو سرير جيش التحرير الوطني من عفشية، وأبناء الجيش تحاكم؟ وش دار هذا؟ سرق، قتل، خون، يعني دار حاجة؟ لا، أصله عايش في ظروف صعبة وما عندوش الشهرية تاع الخدمة تيعو، ويدافع على خاوته معاهم كل خرجوا في مسيرة اللي أصلا تبون قالهم أخرجوا فكروني إذا ما وصلوا لكمش الحقوق. آلاف خرجوا يا خاوتي دركم يهزوا في اللي لي ريبريزونتون تاعهم الممثلين. هذا المنسق، هذا منسق، هذا قانوني او في اطار شرعي اليوم يتحاكم على هذا؟ راه كان جيش، هذا كن الله لا يقدر غدوه كش ما يسرى، هذا وزملائه تلقاهم هما في الصفوف الاولى، سي دي ريزيرفيست، هذوما هما اللي تلقاهم يدافعوا على الجزائر. هذا كانت السلطات العسكريه تعطيه اوامر ويجي زادم في الجبل، بالك ما عملوش حتى كونتر شكون، او زادم برك قالوا له روح امشي في الظلمه وروح توكل على ربي، وهو داير فيهم ثقه عمياء. اليوم لما طاحت بهم، ويسمحوا لي على كلمه طاحت بهم، اليوم راهو يزيد يتحط في السجن في العود، يبوسوا له على راسه، والناس هذوما كل المتقاعدين والمعطوبين وكذا، يصبح يحاكم. وبعدين كنجيو نحتفلوا بالذكرى تاع الاستعمار اللي دخل بن مهيدي للسجن لانه كان يناضل هو تانا من اجل حريته، وهذا يناضل كيف كيف مع زملائه في اطار سلمي، فيحاكم اليوم ويتمرمد في المحاكم. يعني كيف الايماج والصوره تاع الجزائر قاعدين يشوهوا فيها، عيب عيب كبير. هنشوفوا خبر اخر سيدي، هيا نبدوا الاخبار في بعد الاستقلال وش كاين سيدي، هيا. ومات بن مهيدي الله يرحمه ويوسع عليه البارح في تيبازا، تخرج الفلوكه اللي خرجت عندها قريب 20 يوم، خرجت في 19 فيفري الله اعلم، فها 17 شاب تقلبت هذيك الفلوكه وغاب خبرها. اليوم خرج واحد فيهم البارح عفوا في تيبازا، هاو جون الله يرحمه. هذه الجزائر يا بن مهيدي، كون تعرف يا بن مهيدي، تخيل بن مهيدي تجيب له صورة الجون هذا مسكين اللي مرمي، يقول لك مازال الاستعمار يقتل، لا نوتر فورم قاعدة تقتل في الشباب، كشغل مكتب علينا احنا جزائريين دوك نبقاو شبابنا يموت مسكين جون صغير، ولا اعلام يكتب عليه يا خوتي الا في الصفحات هذوك تاع لي جون اخبار الحراقه وكذا. هاو هذا الجون، شكون يسمحوا لي نوري الصوره باش تعرفوا حجم الالم بركه يا خوتي، شوفوا العائله تاعو كون يعني، هاو جون صغير هذا هو اللي شفتوه في الصوره مرمي مسكين، صغير صغير خلاص جاي للدنيا، ما قدروا يعيشوه، ما عطولوا خدمه، ما عطولوا امل، ما عطولوا حب هكا الوطن وشريعه، حب في الحياة سيدي معليش. وحتى كيموت ولا تخرج الفلوكة الله لا سامعين به، وما كان أي واحد يحكي عليه إلا صفحات هادم اللي قلت لكم، ولا كشمة المغاربية هاك نديروا عليه فقرة احنا تاع كلكو سكوند ما بين خبر وخبر، وهي روح عبد مات و17 اللي معاه مساكن ما عملناش، مازال ما عملناش، راه واحد خرج في تيبازا، ورين تخيل جوتات الله يرحمهم راهي طفلوطي
كما قالت الاخت قبيله هذيك نصيره، مازلنا في الله يرحم والله يرحم، نزيدوا لهذه الله يرحم الحراقه. والاعلام ما تكلمش، والله فركت كش ما نعرف الاعلام كش ما داروا والو. حتى بكري الناس كان كي تخرج جثه هكا يخرجوا تاع الحي ولاد كارطيه ويخرجوا ويديروا وقفه، درك والو مهبول تدير وقفه، امام وتخلي الحبس تدير وقفه دي تصبح انت في الحبس. مات مات مسكين الله يرحمه، اكتب في الفيسبوك دير جام وفضت. قاتش الامام راح يدير على الجمعه على الحراقه مساكن يا ولدي، تحب يدخل الحبس لانه راح يضطر هو الى ما دفعهم الى هذا الانتحار بين قوسين. ان تونتاتيف دو سيرفي ما صلحتش، شغل كان في الموت هو رايح للحياه. ربي يرحمهم يا قاتل. نزيد نشوف كيف كيف خبر اخر، هي واش كان واش كان وهرن وهرن انت هي واش بها وهرن شاب الله يبارك ديزيام باري وكلا، قال لك لا أزمة مياه حادة تضرب ولاية وهران والسكان يستغيثون. واش تانا هذه حسب صفحة وهران نيوز، قال لك ها مم الخبر تسمى رو يعني، قال لك أزمة المياه حادة تضرب ولاية وهران السكان يستغيثون بعد انقطاع المياه على سكان الجهة الشرقية لعدة أيام، جهة لاست كل يأتي دور الآن على الجهة الغربية. إيه ما هيكونوا خاوة خاوة للولاية بعد إعلان شركة ما نعرفش هي عن توقيف كلي لمحطة شاطئ الهلال. محطة الهلال تم إعلان توقيفها كامل عن الإنتاج مدة 4 أيام وانقطاع الماء متواصل إلى غاية كتابة هذا الأسطر. ودي وقتها هذه عندها 8 سوايع من اللي خرج الأرتيكل درك وين خرجتها. صدق او لا تصدق، واهرن ما كانش الماء ورانا في الشتاء خطك تعطلت ما نعرفش هي دي تاع الشركه اللي تخدم بياسات وكذا ما كانش الماء. راك متصور يا جماعه راك في بلاد، البارح كنا نعتوا الفيضانات والكوارث تاع الفيضانات، اليوم يجيك يقول لك ما كانش ماء تقول له لا استغفر الله يا ربي، ربي كان جاب الماء، انت ما عرفتش تسير، انت استثمارك ما نعرف وين راح. هذا في واهرن. والاعلام كيف كيف تلقاهم في الصفحات هذو باقي كل تو فابيان. البارح درنا اجتماع قمه الدول تاع الغاز هذيك ودرنا الدنيا مطرت قاو ايران وتسلام و10 رؤساء جاوا وحنا فرحانين يا هو الغاز وهو الماء ما عندهمش. 4 أيام انقطعت، قال لك قطعوا على الجهه الشرقيه درك جدلت الجهه الغربيه، رانا في غزه كي شغل رانا في الضفه درك رايحين للضفه نقصوا لهم الماء، نعودوا نبعث لهم بالطيارات القرع. وزيد كيف كيف زيد تلقى خبر وراه واحد اخر كيف كيف في الصفحات تفركتك في الصفحات وش كان وش كان وش كان اب تلقى هذا الخبر. وين تانا انقطاع العطش يفتك بسكان حاسي العش في عز الشتاء في انتظار تدخل السلطات المحليه، هذه صفحه قناه الجلفه سينا واحد ما سمع بهم. شكون يسامع بسكان حاسي العش؟ شكون يسامع بهم؟ مش من اعلام راح يحكي عليهم. قال لك العطش والسكان يستغيثون من وهرن الجلفه كانش ما الناس عطشانين. راك سيريو يعني انت تقدر تحضر مع بالمهيدي اللي كانت عنده نظره استراتيجيه ويشوف يعني الثروات تاع البلاد ويشوف هو شوف في امور اخرى تقول له الماء يضحك عليك الماء الناس راه في الدومين فاتكات ما عندهاش الماء. والاعلام لا يتكلم، وعلاه الاعلام يا خوتي لا يتكلم؟ لانه الحدث اليوم ماهوش الغراق الحراق اللي مات ولا التنسيقية تاع المتقاعدين اللي حيدخلوهم الحبس ولا انقطاع الماء، لا الحدث اليوم في الجزائر هو هذه اللي حطها خويا المخرج، الحدث الكبير اليوم واللي مغطي كل الصفحات والاعلام كل قاعدين يدور به هو هذا الخبر يا خويا المخرج اللي جانا لونترينور جديد، جا المدرب جديد استناوه من البارح في الليل وهم يستناو في المطار. صدق او لا تصدق يا خا الخبر المهم لكل الصفحات كل جورناليست مجندين او راح جاء او جاي البارح جاء البارح وراح يدير اليوم كونفرنس ودار كونفرنس راح نسمعوا ليه اون ديريك ساي هذا هو اللي راح يحل لنا كل مشاكلنا وهذا هو اللي ان شاء الله به هو تعرف تتم الصالحات ساي ساي تما ان شاء الله ما بقت لا حراقه ما بقت لا ازمه عطش ما بقت والو كل الصفحات تتكلم كل الاعلاميين يتكلموا سي تريست مال ولي الناس اللي ما خلصتش ولي نزيد خلي هذا جبت لكم برك بعض الاخبار هذه حراقه هذه كذا هذه كذا اما الاعلام اليوم راه مركز على هذه وداروا مام دوره تكوينيه للصحافه تاع الاعلام اما الصحافه الاخرى ما فهمتش علاه. على كل حال نرجعوا شويه للمكالمات اخويا المخرج بعد
هاد الاخبار اللي حكيتها في عجاله، يعني بالك حتى انا اللي مقصر، ربي يهديني، لانه هاد الحراقه والناس اللي تموت. سي كريم من تيبازا، السلام عليكم سي كريم. الصحافه تاع الاعلام، اما الصحافه الاخرى سي كريم نقصتي لي برك اخويا، اخويا كريم. كريم الو، السلام كريم. عليكم. وعليكم السلام سي كريم، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الله يسلمك يا الاخ لطفي. تفضل سي كريم، نسمع فيك، راك على المباشر. اولا ترحم على الشهداء، ربي يرحمه يكون من اهل الجنه. امين. واخواننا في غزه. امين. والمدرب اللي هضرت عليه يا ودي، راهم باتوا في الايروبور، تعشوا تم وباتوا يسنوا امام المهدي جا. شفت. هو راح يدير كلش، هو راح يرد الماء، راح يدير كلش، وزيدوا والدراهم ما زادوا لنا ما والو، الكذب الكذب، والمعيشه غاليه، وانا بكرة الحل تاعي انا مع ولادي والزوجه في البوطي، انا راح ما نوليش عليهم البلاد. خلاص يا نمار، وعبك كل حمراء وغالي يا وجاي رمضان، عبك انا دوك عبك شاح باش دوك واش عشري لحم وغالي راح يشيل القنين. واش القنين؟ ايه القنين هو اللي رخيص، نجري زوج قنينات ولا ثلاثة وربع حمامات، أو عندي حمام. يا سي كريم والله ضحكني يا سي كريم، الزرزور احنا نقول. ايه ما ناكلوش. ايه والله الحل لازم ناكلو. ايه دوك انا دوك راح الحراس نشري ثلاث قنينات ونجيبهم. وخلاص ورا الحل، ما كاينش حل. انا ضايعين يا صاحبي، ما كاينش، وكيد البلاد كل حاجه ما فيهاش، والله لي حاجه اللي فيها اللي تصلح ما كاين والو. هاو جا مدرب جديد هسي، بالك يفرج ربي يا سي كريم. الامام المهدي. شكرا لك اخويا كريم، شكرا لك. هاي يا سيدي، هاي بالقنينه سيدي سي كريم اليوم. سي شريف الجزائر العاصمه، مرحبا بك سي شريف. السلام عليكم سي لطفي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. دوماج الوقت ما تاعش، فلترة الأفكار ساعة تمد فكرة خاطئة باش يناقشوها، هذه في علم. أيوة سمعتني أخي، أنا كان نتكلم سيف الإسلام، أخي في سيف الإسلام، وتكلم على القانون هذاك تاع التمديد وكذا وكذا، بصح ما شرحش اسك فاتوا 90 يوم ولا لا في الانتخابات اللي قبل تاع 12. سمعت الاخ لطفي. وثاني من سي حفناوي غو، كنت طرحت له سؤال بكل ادب على مسجد خالد بن الوليد. انا نعرف الفرق ما بين المسجد والجامع، الجامع فيه المسلمين والمسجد فيه المؤمنين. سمعت اخ لطفي؟ نعم. الجامع اللي يلمهم باش يجمعوا الاموال، انا هذا ما نعرفوش، والاسلام لم يطبقوا فيه على المسلمين ويغلطوا فيهم في الاسلام. الاسلام هذا لم يطبقوا فيه هو الكفر بعينه. هل هو الاسلام صلاة وزكاة وصوم ووضوء وكذا وكذا؟ نقول الشعوب كلها لا، راهم يكذبوا عليكم. قولهم يفهموكم ما معنى الجهاد باش يقولوا الله يرحمك يا الشهيد، لازم تكون قاري واحد العلم يسموه علم الجهاد، وهذا في حقك شرعيا في الدين. سي بوسا الشعوب صبحت ما عندهاش شخصية وما عندهاش كاريزما وما عندهاش، فهمتني؟ وما يوم الشعوب لوم أئمة والعلماء واللي ادعوا بالعلم. أنا الحمد لله والدي قراولي وش معنى الشهادة. أفضل حاجة عند الله أنك تعرف الشهادة، أفضل عند الله. بصح هذا يستحمروا في الشعوب، الناس تموت قدامهم، ما يهضر لي على السردين ويهضر لي على رمضان. انا ما استعرف لا برمضان لا الدين اللي ما تعرفش حقوقك فيه. نعم انقطعت، شكرا لك سي شريف، ربي يحفظك وربي ينورك. نزيدوا مكالمه سي ابو بكر من بجايه، اهلا سي ابو بكر. ازول في الاول، ازول يا سوال بو بكر، ازول جات وريش أزول. الوطفية. نعم. كون ويزي جاليش ديناما.
شد دائما ما نزو الطمع مقذب هو ما مصبط لي هما كيري ولا كنا ودي يوا كنا ودي في فراس يغذر اللون تجيم سنظم 62 2024 سي توجور لا ميم شونسون سي تافو دو تروفي لي سوليسيون سي تو بوبل دو تروفي لا سوليسيون دو سون سور سو ني با ا سو بوفوار يوني يشفان كيف راك ديما نيو جي شواجي مون كون J'ai trouvé la solution à Imani Unikia. Classe, c'est un blaït, classe. Il ne reste plus de blaït. Il est temps maintenant de prendre des décisions. Il y a des gens qui ont fait des Imanis. Nous avons de l'entraîneur national, nous avons des choses, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes, c'est le football. يغفلان الجيراتي كوكزوز اكزوز 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 غير ديال فهمتي فراسي مانيس اكلي سينا شيكسبير اوفري موا ان بوبل انتيليجون جو فري ان بو بيي ما سيرف ان بوبل انيورون انيورا جامي دو سوليسيون بور لوي وجاونا هنا في الهرس ارتيكل 12. شكرا لك يا سي بوبكر. الله يا الله على شيكسبير. اخر مكالمه سي الاخضر من باتنا. السلام عليكم سي الاخضر. وعليكم السلام ورحمة الله. ولدي لطفي رحم الله الشهيد العربي بن المهيدي وأسكنه فسيح جناته وكل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا لنعيش نحن بكنف الحرية حرار لبناء الجزائر وأن نتخذهم محطة للمحافظة على الأمانة وليس لخلق الفتنة والبلبلة وضرب البلاد. أخي دعني أكمل. وليس العمر هو الذي تبني عليه عوامل الدراسات في الحياة وإنما الجد والعمل والتقديم للآخر. والجد يبقى أفضل من الآب والآب يبقى أفضل من الوالد والأفضل منهم هو الذي يقدم. وإنما يحدث من الأزمات في جميع كل المجالات وإلا سببه هو تلك بعض الشرذمة من النخبة التي تتمثل في بعض رؤساء الأحزاب وغيرها من النشاط السياسي والذي المفروض هو خدمة الوطن قبل أي شيء. ولكن ونظر ما تقوم به هذه البعض ندبة أشد مما يقوم به الجاهل ضد نفسه وذلك نتيجة تزييفهم للحقائق والواقع الذي آتي له البلاد مجاملة ومتسترة في ذلك مما يحدث من مساوئ على السلطات لنيل رضا ومرضات للإبقاء على مكانتها ومحافظة على مصالحها لتحصيل مرادها. فلا هي همها الوطن ولا هي تخدم المواطن ولا هي حق إلى جانب ولاة الأمور والسلطات المعنية بخدمة الوطن. وهذه بعض الندبة هي سبب المعضلات التي يصاب بها الوطن ويعاني منها المواطن ويحمل عبئها لوطن. شكرا عمي الاخضر. شكرا. تكمل لنا البقيه المره الجايه ان شاء الله. الفكره وصلت. ودونك الفكره اللي حبيت انا نوصلها سكانين اخبار مهمه تعكس حاله الشعب من حرقه من اعتقالات من ما من امور اجتماعيه الا انه الاعلام مركز غير على هذا المخدر الرياضي. السبور مليح والفوت مليح وهذا كل مليح لكن كل حاجه في وقتها وبالمقدار نتاعها. احنا درك يعني الازمات فوق بعضها مليح تركز على الفود ما قلتلكش ما تركزش لكن ماشي بكل هذه وتروح تهمل كل امور اللي تخص المواطن. شفنا القدوم شفنا مام تعليقات فرحانين لانه بعد يعني لا كونفرنس تاعو ناس علقوا في الاعلام كالعاده انه هذا هو احسن مدرب وكذا ماشي مشكل لكن لماذا يعني ما كانش ضمير مهني تحكي انت على هذوما الناس اللي عالقين ما خلصوش كما تاع خونا سمير ولا تحكي على شركات اخرى مازالوا عالقين تحكي على بي دايس تحكي على العديد الناس اللي مش اللي راهم تايهين والسلطات في ذاتها قالت لهم انا ما عنديش وبالك مش مسمعه بيهم. وزيد العجيب يعني انه في نص لا كونفرنس تاع المدرب هذا اللي هو مهم جدا وعلى فكره راهو السيد يدي 135 الف اورو في الشهر. 135 ألف أورو في الشهر. ساعات واحد كتقول له 135 ألف أورو ما يقدرش يتصور قد ايه هذه 100 مليون تاعنا. أحكم برك شفتي 105 أحكم الخمسة برك 5000 أورو هذيك كنت حولها برك وحد هذيك الخمسة اللي جاية على الطرف برك هذيك وحدها
راي هذه كيما نعرف قداه المليون في بلادنا، راهو درك ديجا 240 يعني الميل هاي 10 اضرب انت ما نعرف هذيك 100 مليون وحده اكثر من 100 مليون صدق او لا تصدق 135 الف ناس قبيله الاخ نحل قدينه راهو ينتظر في الزيادات المتقاعدين تاع الجيش زادوا لهم 200 الف لهم ينتظروا شويه زيادات كش ما تطلع 500 مليون ولا والسيد كي يجي يدي 135 الف اورو يعني انا مش نباخله لكن هذا هو البري تاع المدرب ربي سهل لكن بال 135 الف اورو هذه في الشهر عم بالك قداه المواطن تخلصه مسكين عم بالك قداه شاب يقدر يستثمر ما قلتلكش راح تعدل البلاد كامله ب 135 الف اورو سي با بوسيبل لكن قداه فامي راح تفك عليها العزله قداه المراه اللي تنتظر كيما السيده اللي تكلمت لنا تاع وهرن 900 الف باش تداوي روحها امراض مزمنه ويجيك مدرب الله الله مترتين الله يبارك ربي يطول في عمره يدي 135 الف ما يهدرش حتى عربيه لازم نزيد نخلصوا واحد اخر مترجم باش يخدم معاه ليه واش راح يديروا لنا دم واش راح يديروا لنا دم اللي جوار سما ما هو الاستثمار طبعا فيه معنوي فيه تفريح الشعب لكن ب 135 الف شهريا حتى لا كوب دي موند الجايه تما ضرب حتى 2026 زعما هو يدي في 135 الف يعني هذا موضوع للنقاش يا خالتي هذا موضوع اسكو هذا ساحر ولا هذا مبعوث ولا لماذا لا يناقش هذا السي كيما طاحوا على بالمال وزيد العجيب انه في لا كونفرنس لما تطلب انت من الصحفيين كذا يروحوا تشوف يعني في لا كونفرنس جا واحد مد له كادو مد له مصحف مد له مصحف والله ضحكت مد له مصحف هذا كما قال خونا الشريف سما هو واش تمد له انت قصدك الاسلام راه في المصحف هذاك المصحف هذاك مش كتاب مطبوع فيه قصص المصحف هذاك دروس اللي هي قاعدين نحكيوا عليها درك تاع انك تنصر اخاك وتوقف مع اخوك وكذا والتبذير ان المبذرين كانوا اخوانك والتبذير والاستثمار لازم يكون في الشيء المهم والتجاره تجاره مع الله هي التجاره الرابحه هذا واش فيه القران شوفوا لا فيديو بعد كنعلقوا على هذه الفكره تفضل خويا شفتوا خات يعني سي بيان الهديه وان كادو ملاحه من الاخ اخي قران فيتي قران راك تما لانه القران وعنده معنى كما كان يحكي شريف يعني في الفكره تاعو القران راهو تما او مشو جوست ان اوبجي يعني تما هك برك واش حيدير به ما يقراش حتى عربيه ما يقدرش حتى فرونسيس قد قد راح يهز ويحطو مع السحونه وهذوك يحطو في بيبليوتيكا ومخبي كيما بن مهيدي احنا حابين الدروس من الشهاده تاعو والدروس من الجهاد والنضال تاعو مانيش حابين برك نديروا له ستاتيو ونحطوه في الدار ولا تصويره ونقولوا لبن مهيدي ما عنده حتى معنى هكاك القران واش فيه من الداخل من الشيء هذا اللي حكيناه كامل والدروس والموعظه وكذا ونصره الحق والتبذير ما كانش والرجل المناسب وكذا والامانه ولا تكتلوا في الميزان امور كثيره فيه ماهوش اوبجي يهدى صحن نعطيه صحن أعطيه كيلو الحمى وقول له أغلى للأسف شديد وعلى ذكر الرياضة مادام حكينا على الرياضة تسمى يعني راي رانا مرمدين يا خاتي راي ولات واحد يعني الملعب ولا يعكس حالة الشعب الجزائري ماتش بين اتحاد العاصمة وبين سطيف ماتش مليح يعني فيه بالليلي جوار انترناسيونال وكذا لكن شوفوا الأجواء يا خاتي تعكس لك حالة المجتمع الجزائري تفضل خويا
شفتوا يا خالتي، اسكو هذا يعني هذه الروح الرياضية وكذا وكذا وكذا، اسكو دو جراند زيكيب الله يبارك، نحييهم على كل حد، هاد العاصمة وسطيف والملايين لي سبونسور، تصرف ملايين ما نكذبش، شعار واحد يعني كبار الشركات راهي معاهم، هل هاد الاموال كل عجل هاد هل هذا ستان سبيكتاكل دو سبور؟ بالك تقول لي في الداخله في الكاتش ولا كذا، تجيب لهم كاتش وهني روحك يا دوك تاع الكاتش 10 عباد سقام لك اقل، حطهم في الرينج وخلي يخبطوا بعضهم والناس تصفق وفضت. هل هاد الاموال كل عجل هذا، ولا هل هذا ضغط يعني في حاله الشعب؟ هل هادم جزائريين قاعدين يلعبوا يا خالتي في بعضهم؟ ها سيدي سالجيريان، حتى واحد كيشوف يقول لصاحبي قلبكم حاقد على بعضكم على سو بوان، ماتش نورمالمون فرح مهما كان الرابح ومهما كان الخاسر، وجيت تتفرج كما قلت لكم بالليلي لعب انت يصبح بالليلي كارتون روج ويصبح يسبو، وزاد مام الله غالب وهو مع بالليلي مع لينار زاد دار لقطه لا اخلاقيه ما نقدرش حتى نحطها في التيليت، انما الناس عبروا على استيائهم لانه الضغط شديد. نسمع وش قالوا ناس طيف، تفضل. اما نوجوني دا خويا لي سبورتير تاع الامسيه خويا، دخلتوا في امان الله تروحوا في امان الله، وحنا خاوه خاوه، وتما لعد حاجه كيلو نفو يفرق بيناتنا ما تصلحش، وحنا انا جزائريين ضحكوا علينا الجنازه من الاخر خاوتي، وانا دنك اللي قادر ندني اللي صار دنك اللي نهضروا الواقع خويا. بليلي جات لي درتها اقسم بالله غير طحت من بالنا الكل. بليلي انا نقول هكا مناصر وفاق سطيف، كنت كبير في عينينا كنا نفتخروا بيك، انا واحد من الناس كنت ضد ابعادك من المنتخب الوطني، بصح جاستي اليوم والله طحت من عينينا، ونورمال ما ديرش جاست كيما هذا كمحترم. شفتوا خت الى اخره، ماهوش موضوعنا الفوت، مش نحب نحكي على الفوت يعني، باش تشوفوا الاتموسفير اللي عايش فيه الشعب تم. ورزمو كاين ناس كيما هكا دي جون فيهم رزان هكا، احنا خاوه يا خوتي ومعليش وتصاريف، ويحاولوا ينقصوا من باسكو سي الاتموسفير سي بسيكولوجيك اخوتي، الشعب راهو عايش ضغط نفسي كبير، هو عنده غير الفوت، كون يخسر تما تبان ليه تبهديله وخسر حياته، ما كانش انسان ما عندوش خدمه ما عندوش مشروع ما عندوش بروجي ما عندوش افاق ما عندوش برسبكتيف، يعود ما عنده والو، عنده غير لازم الفريق تاعو يربح، ما كيزيد يخسر الفريق ويندقدق الدنيا باسكو مسكين ما عنده والو، تلقاه جاي دي بلاسمون دي كيلومتر بالجوع وبالعطش، ومسكين غير حق الدخان والشمه، المهم برك نربح، باسكو داك هو الشيء اللي يشوف فيه هو انجاز في حياته، ربما جون هذاك ما نلوموش، فكيشوف فريقه يخسر ولا يشوف واحد قتلو الفريق ينفعل وكأنه حياته وصادون دي ريزولتاكم، وبعد كده تشوف واحد كيما بالليلي مع الضغط وذاك يزيد يهيج يزيد يدير دي جاست مع لينار وكذا، احنا نتفهموا الناس كامل على كل حال، ولا سوسيتي والإعلام وينو؟ هاو بالمصحف قاعد يزيد يدير الأشياء تما اللي ما فهمنا والو، وزيد فوق هذا كله احكي لهم على ذكرى بن مهيدي، فتقول لي مش قاعدين تديروا انتم، راكم في عالم والشعب راهو في عالم، وزيد تجيك السيده هذيك نصيره وتحكي لك على ما زادوناش ورانا في المرض وما عنديش كذا، وفي عالم اخر والسلطان اونديرك انا مبعترين، كل واحد هاك منقسم، اي صافي مالو كور يا خالتي، اي صافي مالو كور في نص هذا كل كمل بركه هذه الفقره يعني القليله الصغيره اللي بقات لي بالك، في نص هذا كل تلقى ناس هكا اللي يحبوا يصلحوا هكا ويحبوا ويزلق ويقول باللي يا جماعه احنا المسؤولين، يعني يسيروا تندمجوا في هذا العالم تاع المواطن البسيط، وما كان لا تروح تزيدوا ديروا له تهريج وكذا، كما الامام يا خالتي هاي الصوره تاع وهرن يدخل يا خالتي للمحكمه ويحاكم لانه هدر، لانه هو من الناس اللي يوجعوا قلبه من هذه التصرفات، وحكى على الفوت حكى على كلش حكى امام جسم وحكى امام على تبذير الاموال في هذا القطاع وكذا، فيحاكم يا خالتي ويعطيوها عام حبس، إمام تعطيه عام حبس، والتهمة ولا من بين التهم لأنه راهي شكارة تاع تهم، من بين التهم يا خالتي يحطوا له نشر كيفاه كيفاه أكاذيب ولا ما عرف كيفاه جابها يا ربي، دوك يكبرها خويا المخرج نشوفوها مع بعضنا، الداعية وجهت له تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم وترويج أخبار كاذبة، رجعوه كذاب، إمام فوق منبر رجعوه كذاب. كذاب تما انت سامبق، هيبه الامام تسقط عام سورسي، تما هو ولي البره داك يبيع في المخدرات حكموه عام سورسي كيف كيف راكم دي كوليك، هو امام شيخ. والعجيب يا خالتي وهذه هي لا بلو غراف، لما دخلت للصفحه تاع الاخوان تاع وهرن
وقريت التعليقات تاع الناس. خويا المخرج حط لي التعليقات، شوفوا يا خوتي تعليقات كل فرحة كبيرة، الحمد لله النصر لنا يا ربي سبحانه يا كريم، كذا تعليقات عجيبة، الناس فرحانة، فرحان الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله، ولا قال له الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على وش هم سيبوه يا ولدي، هم عطاو له عام حبس، الحمد لله على وش هم ما دخلوش الحبس او عطاو عام حبس، هم قاسوه في الشرف نتاعو، راهو ما تعرف يكتب عند الله كذاب، هذا مكتوب عند السلطات كذاب، هو خاطي مسكين حاشاه ان يكون كذاب، راهو نشر وهدر كلام كاذب، وهو كوبابل، راهو عنده ريجيستر، راهو عنده كازي جوديسيير، امام بعد كل هذا التعب والصدق مع الله ويحرس العين الخائنة الاعين يسرع مسكين يصب عنده كازي جوديسيير تاع عام في الحبس، واش درت يا شيخ؟ تشوه له السمعه تاعو، تشوه له المسار تاعو الاخلاقي، ريبري جوستيس عام حبس، والمواطن المسكين كون ما يعرفش، والله الحمد لله هاي بلادنا فيها الحق، يا ولدي وعطاو عام حبس. وهل الاعلام تناول القضيه؟ الاعلام اللي راح يمد مصحف، هل نصر الامام اللي يدرس وحافظ المصحف، اللي حامل في قلبه المصحف، اللي يعلم في الناس مبادئ المصحف هذاك؟ لا، احنا مصحف دايرينه كي سحن نمدوه كادو، كي يجي واحد ما يهدرش حتى عربيه هكا الشيخ هاو مزين مليح ومزوق، ما يهمش واش مكتوب، روح حطه برك في الدار زين به. ثم كما قال الشريف، يعني دقدقته المعنى تاع المصحف والقران تخلى في بعضها في بلادنا. مصحف والمبادئ تعطى هديه، والامام راهو في الحبس اللي هو يدرس ويحفظ القوانين والمبادئ اللي في المصحف. الله يهدينا خاتي، اسمحوا لي طولت، جبتها فوت وبالليل وكذا، لكن باش تعرفوا الوضع كيفاه راهو مخلط. وكون تروح للاعلام درك تو فا بيان، والقمه تاع الغاز نجحت ورانا بيان، هذا كل سي شغل في السوسول، هذا كل خندق حاشاكم. اما من فوق شكليا ايراني جا وسلمنا عليه، وجا تاع قطر وسلمنا عليه، وجا تاع تونس والناس فرحانه بالكوستيمات في قصر المعارض ولا داك في المؤتمرات، هما فرحين، والداخل الدنيا مخروبه في الصطاد، مخروبه في الحراقه، مخروبه الناس في الحسابات في العباسات. دونك خلي البير بغطاه، نرجعوا للمكالمات اخويا المخرج، وتفضل الله يسترك سي رضوان من الحراش. خويا رضوان مرحبا بك. السلام عليكم لطفي، رحب بك الخير. وعليكم السلام، الله يسترك اخوي العزيز، اهلا وسهلا. لاباس لاباس، مرحبا يا خويا، تفضل. الله يا ربي الامام هذا الغوتي يا ربي يطلق سراحه ان شاء الله، او دخل في التاريخ نفس التاريخ اللي دخل العربي بن مهدي ربي يرحمه. سبحان الله، تاريخ واحد رهيب. راهو سرسي، عام سرسي، هو ماهوش في داخل الحبس، بس كنت عارف باش لبالك ما قلتهاش. معليش المهم احنا العقوبه، المهم نزلت العقوبه. صح صح، المهم نزلت العقوبه، عام سرسي ولا عام حبس كيف كيف، انا عندي انا المهم نزلت العقوبه، عاقبوه. فوالا عاقبوه، نعم. فهمت خويا لطفي، قلت لك العربي بن مهيدي في الوقت اللي كانوا ينحوا له في الجلده من وجهه، كاين ناس واحد اخرين كانوا مربعين يديهم ويسنوا في الحريه. نفس الشيء راه صار اليوم، كاين ناس راهي تضحي وناس راهي تلاتيه بالبانو وراهي تسنى حقها من الحريه. صح. اما بالنسبه لهذاك المدرب اللي عطاو له مصحف، هذاك المصحف ماشي هديه، عطاوه له باش يحلف عليه كما حلفوه هما وخانوا الامانه. فعلا رضوان، هذه الحكايه. وعندي شعار صغير ما تكوبي لي نعطيه لك كما العاده، شعار ملحن شي صغير ان شاء الله، وان شاء الله ما نطولوش عليكم. حبيتوني نعيش عق ونغمض عينيا ونغمض عينيا بلو فورك مو دمي سخون ماشي بيدي يا وليدات بيجار، غاب الحق مع القانون ما كاش حرية، ما كاش حرية، العدالة بالتليفون دفنوا الشرعية يا وليدات بيجار، ما كاش حرية جيب لا تضحية، قانون الغابة تروحوا قاع يا عصابة، ما كاش حرية جيب لا تضحية، قانون الغابة تروحوا قاع يا عصابة، أنا خوفي على بلادي يا علي باعوها، يا علي باعوها، حرية راهي تنادي احنا اللي نجيبوها، يا وليدة بيجار باللي خرجت فرنسا شكون اللي خلفوها،
تكون اللي خلفوها اللي خلفوها الكبرانات الحركة حكموها آه يا وليدة بيجار. هذه القناة المغربية إن شاء الله توجر هدية. ربي يحفظك يا خويا رضوان الله يبارك. خويا رضوان الله يبارك، شكرا لك. زيدوا مكالمة أخرى. محمد من بومرداس، أهلا سي محمد. محمد مساء الخير لطفي. مساء الخير. مساء الأنوار يا سي محمد، مرحبا بك. هذه الثانية في حياتي اللي راني راح نهضر معك. مرحبا سي محمد، مرحبا، شرفتنا. واش راكم لاباس لطفي؟ لاباس، الله يسترك ينورك. عندي بالك واحد العامين بغيت نهضر معك وشوف المكتوب ربي سبحانه وكتب باش نهضر معك. مرحبا، تفضل سي محمد. انت هضرت على المجاهدين، درت اسم انت درت الحصة على المجاهدين بالمهيدي الله يرحمه. الله يرحمه. هذوك يا لطفي لازم ما نهضروش عليهم خلاص. وعلاها سي محمد؟ هذوك الناس زعامة. اكتبع يعني نسمع فيك سي محمد. هذوك الناس زعامة، هذوك الناس ما تقدرش عليهم، هذوك راهم في دار الحق، هذوك راهم الناس شهداء أبرارهم في الجنة في النعيم. راك تسمع؟ الله يرحمهم. نعم الله يرحمهم، صحي ربي. وزدت توريت هذوك تاع الفلايك، هذوك مشاكل، هذوك اللي ماتوا حراقة، هذوك الحراقة الله يرحمهم. لو كان كي تقول لي يرحم والديك الدولة الجزائرية، لو يعني هضروا يعني هضرة يا رجال. اكتسمع؟ نسمعوا فيك سي محمد. والله انا هضروا هضرة يا رجال. احنا يا راهي في كل ولاية يخرجوا الحراقة، في كل ولاية مطربقاك، وفي كل ولاية مدقدقة، جيبها من العنابة، جيبها من الطرف العنابة، جيبها من سكيكتا، جيبها من الجيجة، جيبها من الاخر، جيبها من البومبرداز، تيزي والزوب والقورس وعين طاية وروح. صح. ياك صح ولا لا؟ لا. صح صح. هنا كيما قال عندنا ولادنا كيما قال انسان، كل واحد يعني انسان يتاثر. وانا نقول لك يا لطفي والله ما هي مخصوصين في الجزائر هذه، صدق لي واحد ما يكذب عليك. انا نعرفك في عنابة، انت نهار كنت غناي نعرفك. راك تسمع؟ والله ما هي، والله صدق لي واش راني نهضر معك غير هضره يا رجال. والله يا صدق لي يا لطفي، شنو هي الدوله الجزائريه غير موفره كل واحد. تسمع؟ نسمع فيك سي محمد، نتبع في الفكرة. غير كل واحد موفرت له كلش، ما يغلطك الحال حتى واحد. صح. والله غير كاليين الريد يبانيك لوها ربي اللي يعلم بها بالجزائر. وعلاه ما لا يروحوا سي محمد الناس هذم؟ يروحوا، وانا نقول لك من اللي يروحوا، الطبقة السفلى مطربقة الدنيا، كاين الطبقة السفلى التحتانية اللي هاردة البلاد. وش تقصد بطبقة السفلى؟ وش تقصد؟ وش حاوس يقول طبقة السفلى؟ السفلى اللي في الإدارة ما يعرفوش يخدموا لطفي. فهمت. والله الدولة الفوقانية تربي القوانين تاعها حتى ما يحبوش يخدموا، يديروا. فكرة تاع محمد قطعت، لكن فهمتها سي محمد. يعني العديد من الناس يقول لك باللي هادوما لي زيلو وهادوما تاع المير وهادوما هادوهم اللي هالكين البلاد، والاوامر ما جاتش من فوق اهل كل البلاد، قال باللي هادوما اللي هالكين البلاد. شكرا سي محمد بن بريك من تيسم سلت. السلام عليكم الاخ لطفي، تحياتي ليك والى كل المتدخلين. انا باقي مخلوع، هذا بيتوفيتش هذا ولا كيف يسمى، على بالك شوف يخرج قدران عبد الرب الله يرى على بالك. على بس حال شهري احنا متقاعد الجيش 2000 مره راحتو رانا مهمشين متقاعد الجيش حاجه تكون من شغال يعني الواحد براسه يصرخ 500 حتى يستمر. المره اللي فات عنده الشهرين غير كيما خرج مسكين صارت قطعة تحسب البريك من تسمسل. تحكينا على متقاعدي الجيش معيشة غالية والحبس. سي عبد الغاني، سي عبد الغاني. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام الخروب خويا العزيز، مرحبا بك. شراك خويا لطفي لاباس؟ لاباس الله يحفظك عبد الغاني، تفضل راك مباشر. الحمد لله. عبد الغاني
لطفي خويا، حبيت نحكي على حاجه برك. نهار خرج الحراك، وي حراك خرج واحد، هما واش داروا لنا؟ هما داو تاع معطوبين ومش طوبين الجيش، عزلوهم وحدهم، بانت لهم بلي راهين يديو الفايده مع النظام هذا، وحنا النظام هذا نعرفوه. مادام ضربوا الطب وضربوا لي بومبي وضربوا إيه، المهم اللي يخرج وحده يتضرب، لي زافوكا لي جوج ما منعوش منهم. وهما واش يديروا؟ راهم يستفردوا كل واحد وحده، ومن بعد يولي يقول كام هادوك وعندهم الصوارد وهادوك عايشين مليح وراهين يطيروا كيما يهضروا الشيوخ كيما يهضروا. هكا شغل فرقساسو السياس، فرقساسو الحراك خرج فكره انه رانا بكل كي بعضنا، رانا بكل في كربايه وحده، يا تغرق يا تنجح، ما كانش حكايه خلاف. لا تقنع بالنظريه هذه راك تنجح، ما تقنعش بالنظريه هذه. اليوم يشارعوا يدخلوا للحبس تاع المتقاعدين، غدوا يدخلوا للحبس تاع الاطباء، غير غدوا يدخلوا للحبس تاع وكاوي رايحه، كل واحد يستفردوا به وحده. وما محبوش يقراوا الدرس، محبوش يتعلموا الدرس. الحراك كفكره راهو واحد الشعب، ما كانش النظام هذا راهو ما يحشمش، يخاف ما يحشمش صح. وهذا واش عندي نقول؟ إذا كان نستوعبوا الفكرة هذه نستوعبوها، ما نستوعبوش الفكرة هذه رانا نبقاو غير نغرقوا، ويبقاو ولادنا يروحوا لهيه، ورانا بكل نروحوا لهيه ماشي غير ولادنا برك. وبارك الله فيك خويا لطفي. فيك بارك الله يا خويا عبد الغني. العم يقول باللي لازم نديو دروس من هذا الشيء، ولو انهم هما تان درك يعني مفرقين بين اسكو النظام ولا اسكو جناح من النظام هو اللي يعذب فيهم. خونا نسيم البليده، سي نسيم. السلام عليكم خويا لطفي. وعليكم السلام، مرحبا بك اخوي العزيز، اهلا وسهلا. الله يرحم الحراق ساكن. امين 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 يا رب العالمين، والله يرحم الشهداء، وهذو اللي راهم يديروا فينا هكا ربي يقيلهم. امين امين ربي يهديهم. دوله مدنيه ماشي عسكريه، والله يطلق مساكن سجناء راي الحر. هذه ديمقراطيه الجزائر، جزائر جديده، ما كان لا دوله تاع الدروس لا ما كانوا هذو يا لطفي. راينا نبنينا في حيط وصاي تالي زوم خويا لطفي، ربي يسترك يا خويا. والله العظيم ربي يسترك يا خويا. تفضل. قلت لك كلمة تهضر كلمة الحق، بارك الله فيك. ربي يصلح النية. شكرا يا نسيم، شكرا يا نسيم، شكرا يا نسيم. آخر مكالمة بلاك أخويا المخرج عبد الرحمن من الجزائر. شكرا نسيم. سي عبد الرحمن مرحبا بك. ما سمعناش عبد الرحمن. سلام أخويا عبد الرحمن، مرحبا بك، أهلا وسهلا. خويا لطفي والله غير بديت نسمع الحصة هذه، ومن بعد راني نشوف فيك كيما القصة اللي صرات لسيدنا نوح عليه السلام. الله أكبر. نهار اللي دار السفينة قال الحيوانات الكل طلعوا في السفينة رايحين تغرقوا، طلعوا الحيوانات الكل. نهار اللي نادى الأعداد بغاوش يطلعوا، من بينهم وليدو. الحصة هذه تاع فراق قلبك، لو كان تسمح لي تسميها داني النيف على اللي ما عندهمش النيف. داني النيف على اللي ما عندهمش النيف. يعني النيف على اللي ما عندهمش النيف، واحد اللي داه النيف على اللي ما عندهمش النيف. كي راه هضروا على البلدية كاين شي ناس يقول لك باللي البلدية مبغاوش يخدموا. فوالا كاين يقولوا هك صح. رؤساء الاحزاب يا خويا لطفي اللي راهم برك مكوفريين وكل باش يديروا ديريكتوار المترشح الغائب، ما على بالهمش اللي يترشح ولا ما يترشحش. راهم دايرين لاشين شكون اللي يدير الديريكتور تاع لا كومباني ليكتورال. كم ضبيتو الافكار منين تجي؟ ياك الافكار تجي من عند الرؤساء. هذو الرؤساء الاحزاب عندهم مشاريع كيفاش ينقذوا البلاد. كل واحد ثاني كيدير السياسة يبغي يلحق للسلطة باش ينفذ المشروع تاعو. نورمالمون هذه هي السياسة صح. وهم كل عايشين بالهادو تاع البلدية. نهار اللي تلحق الانتخابات تاع البلدية صرا فيها لومبوج، ما فيهاش النضال، ما كاش المناضل بأتم على الكلمة.
كل واحد يروح يجري يقبلوه ارواح مرحبا بك ليسونسيال، جيب لي الاخر كرسي في البلد كاع على خاطر هو راح يخلص لي لاندينيتي لي زيلو وكل يخلصوا لي زانديميتي وين يخلصوهم؟ يخلصوهم للبارتي. شفت بارتي وكل راهم وكل اون شوماج، راهم اون شوماج، راهم خاسين من هذوم لي زيلو. كاش واحد دركا كاش ما هضروا على الاخر على الانتخابات والرئاسه، الانتخابات الرئاسيه ماشي هذه بلديه ولا زعما تاع الاخر تاع جمعيات اسيدي، حتى الجمعيات يديروا الاخر، يديروا الاخر لاكومباي الكترون، هذه رئاسه. كاش ما سمعنا باللي كاين انتخابات دركا اللي يجي للجزائر يقول فيها انتخابات، ها ما كاش الانتخابات. والاخرين بداوا رؤساء الاحزاب بداوا ديجا، واحد يروح لجانات، واحد يروح لعنابه، واحد ما على باليش وين يروح، بداوا ديجا يديروا لا كومباي الكتورال. تاعش لا كومباي الكتورال هاي المشاريع اللي كاينه يا ودي، انت كرئيس حزب تعطيني المشروع تاعك، تعطينيش المشروع تاع المنافس تاعك. نورمالمون هادو منافسين في الديمقراطيه، نورمالمون هادو منافسين بيناتهم وكل الرؤساء وكل، ولا يتم بيناتهم الاخر التحالف. واحد اللي ما عندوش الشعبيه قال يروح يتحالف مع واحد اخر. وي ما السياسه درك، السياسه هذه رجعت كذب. تعلمنا البلدان العربيه وكلها ملي جاو كل هذا سلطان، هذا امير، هذا مالك، هذا ما على باليش كيفاش يسموهم، كل هادو وكل بنوها على الكذب. يعطونا في الاخر في الاحاديث النبويه تاع بخاري عبد عنده عقل خمم، انا ثاني عبد راني نخمم. ايوا دي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقولش انا راني وسمني عبد الرحمن، ما يقولش محمد صلى الله عليه وسلم اذا خيرتم الاسماء لابنائكم فخير الاسماء ما عبد وما حميد، يعني عبد الرحمن وحميد عبد الحميد و كيف فاطمة الزهراء بنته تسمي الحسن والحسين وجعفر، ومحمد صلى الله عليه وسلم يسمي إبراهيم. كيف هكت دخلت في حاجة أخرى سي عبد، كمل في الأحزاب، كمل في السياسة، دخلت لنا في البخاري دوك هربت لك. لكن الفكرة قطعت لا مالك، لكن الفكرة الأساسية تاع الأستاذ الله يحفظه أنه السياسة دو باز يا خالتي، أنه كل حزب عنده برنامج اللي راح يمنع البلاد، عنده حزب، عنده ناس يتبعوه، عنده فكرة يدافع لها باش يولي هو مسؤول على البلاد ويطبق هذاك البرنامج وينجح كل حزب. دونك عندنا برامج كثيرة اللي راح تخرج البلاد وراح يختار الشعب فيهم واحد. المشكلة قال لك الأحزاب هذه كل واحد ما راح يترشح، واحد ما راح يقدم، لأنه ما عندهمش برنامج، تسمى ما بقاش سياسة، لأنه السياسة هي أنه عندك برنامج دافع ليه باش تطلع تطبقه، هما ما عندهمش برنامج. دونك هما راح يفركتوا كاش مترشح ولا التجاره كما قال خونا، ما بقاش نضال وقال واش دافع على افكارك ولازم من برنامج تاعي يوصل، لا بقات غير انك اخدم برك كوتيزاسيون مد للحزب والاخر يخلص، وعندك بعض المزايا كون تطلع مير ولا تطلع ديبوتي ولا تطلع سيناتور. دونك درنا برك ملخص خونا العزيز، ما فهمتش كيما خرج على البخاري برك، المهم احنا رجعنا وربي يحفظكم يا الاخوه. معليش مواضيع ما كملتش غدوه نكملوها. المهم الحدث اليوم بالنسبه للاعلاميين هو هذا المدرب الجديد تاع 135,000 يورو في الشهر، ربي يوفقه ان شاء الله وربي يتاهل الفريق الوطني. اما القضايا الاخرى كسوا حراقه ولا متقاعد الجيش ولا لما، هذيك ماهيش يعني مواضيع، هذيك مواضيع جانبيه دو كوتي، ما سي با امبورطون. لامبورطون اللي بالنسبه ليهم انه كاين جيش، وحنا اليوم انه كاين يعني المدرب. حنا ذكرنا بذكرى وفاه العربي بن مهيدي، نتمنى انه القنوات الاخرى يزون في باري يعني وهما تنتكلموا عليه. وشكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو غدوه باش نواصل لانه ما زالت امور اخرى ان شاء الله غدوه نكملها. بارك الله فيكم احباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.